مع شباب الشباب لتعطيهم الجهاد في الحديث. فلما رفع الافغان راية الجهاد في سبيل الله فلما رفعها الفلسطينيون والاريتريون وغيرهم من الشعوب الاسلامية فقد المسلمون يشتد وعدهم وتأتيهم عزتهم ويقوى جميعهم. فلماذا نتخلى عنهم؟ لماذا نصبر الصلاة على النجاة؟ لماذا نصبر ونحب الإخلاص إلى الأرض؟ لماذا نتبع الهوى؟ لماذا نحب الدنيا ونترك الآخرة؟ لماذا نتبع الله؟